مع السلامة عليكم حتوك، مش اخبار شاتم عملت لكم اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ ميمز. لا تنسوا لايك واشتراك وحسابات موجودة تحت صندوق الوصف، تابعوني عليها اذا اخر ميمز في رمضان، فحطوا لايك، حطوا كومنتات، تقولوا رمضان عيد كريم، عيد سعيد، فطر، لا تقولوا عند الحلقة قبل ما نجيب العيد. يا اهل البيت وطن صوتكم، تحط الرصاص كذا بس، تحط لايك، حط لايك ولا عاد الوالدة تقول قبل لا نكشت لازم ناخذ معنا البرتقال ونحطه وين؟ ما يخذ بليسك. استغفر الله العظيم. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بليس، عدت لكم بحلقة جديدة من هذا الاسطول البحري البقايا الاتحاد السوفيتي. عز الله يعزك، خش بكم الاوتوت. شفت الغباء؟ خش بعينه، عمره خش بعينه. بغى يخطبك. استغفر الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد صلوات. شكرا يا الله، شكرا يا الله. واو واو هذه آخر صلاة كانت عليه، وصلى لي بعدها صلّى عليه. هذا أنا من ورا مسحت اللعبة قسم بالله. ويا أخوان عندي سؤال، الصابون السائل يسأل مين؟ أبو السعيد القوت قسم بالله. سؤال ولا كحة؟ سؤال شو البس دم خزن شكله جاي من اليمن. حبيبنا والله، حبيبنا اهل اليمن والله، مضيعين شكله ذا. هذا يضحك يا عيال. شوف لا تتكلم عن الطفولة لما دفنت عصفور صغير. أذكر أخوي يقول دفن عصفور هو ولد خالي، كل يوم تقريبا حول العصر يروحون يصلون عليه. لما نبشوا المكان وما لقوا طبعا قاعدين يصلون على شيء ثاني. استغفر الله العظيم. يعطيك ما أحسنك. عز الله يعزك. عز ويكند يا عيال. السلام عليكم. والله ما اطلع، لو انه والله ما اطلع من السيارة ابدا. تضحكني ميت، لا تضحكني ميت، موت خالص. هذا ينرفز الصيني، ذا ينرفز قسم بالله اني نرفز. حسران وخاله نلقى الحمامات مسكره. ها مسكر يخافون يسرق زق. الله يكرمك. صديقي بعد حمامات المساجد ليش مسكرة؟ والله لازم ما تتسكر. هذا ضاري اخوي والله قبطان قسم. سبحان الله سبحان الله.
عليكم سناب قاعدين نحترق الحين، شوفوا حطوا لايك، لا تنسون اللايك والسكسراب. ابغى اقوى مشاهدين ان شاء الله، السياره هذه راح تحترق شوي بس نبغى اقوى تفجير لايكات. الله ما حط لك على العمل هذا، ما حط لك. كل العالم مستغربي وعم تسال اني كيف صرت مندوب مبيعات بهالسرعه. هخبركم بكل بساطه، راحت على شركه بعتوني عند المدير، فوت على مكتب وتقولي عمي هذا شي وزير. قلت له أني جاي أقدم كرمال الكون مندوب مبيعات عندكم. والله يا غالي شال اللابتوب من قدامه عن طاولة، عطاني إياه، قال لي هذا بدك تبيعني إياه هلا، فرجيني بأي طريقة بدك تبيعه. طلع لبرا وفوت. والله أنا حملت حالي وفلات، ضليت فالل على البيت. بعد شي ساعة ساعتين ببلش يدق لي، يا خي تعال وينك انت، هذا اللابتوب عليه كل شغلي. قلت له بدي بيعه. بتشتري؟ قال لي قد ما بدك تاخذ حقه. بكل بساطة ومن وقتها صرت مندوب مبيعات. صرت هلا انا مش مندوب عادي، انا صرت جنرال ماجنجر للمندوبين. والسلام عليكم ورحمة الله. هذا الذكاء اللي عنده وصل السماء يا رجل. اي مثل فيل اي شيء سوى فيهم كود، هذا قسم بالله العب فيه ولعب جراندي. مرحبا يا سلام، نزل وزني عني الامان. اذن اذن حن الاذان. يا اخي بندر ليج قسم بالله. اوه ماي جاد، بس لا كفخك الحين حجي. قاعدين نسبح بالشالة ولا شو نلقى؟ وين نلقى سحر بحر ابو داوود الزلم؟ بس لا تحاتي يا الزلم، شو مسحرين اماراتي مسكين، وجهه مو حلو بس والله مسكين. سألنا الحين ايش بنسوي؟ سألنا الحين ايش بنسوي؟ بنفك السحر. شلون نفك السحر؟ وقف وقف وقف، بحرر الريال هذا، وقف. يلا حجي عيش، استانس استانس بحياتك حجي. أنا تدري إنه كذا تتعب أكثر مما إنك تشيل معهم. هذه من نظرياتي أنا. علموا أبنائكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. في رياضيات، في دراسة، في دراسة، كيمياء، فيزياء، في ما في، مو وين معلمين هاي كلها نتعلمها لازم كبار. الله يلعنهم، استغفر الله، ما في شيء يخسر شو اسمه هذولي، حرام بالله. من وين؟ العشان اللي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام الرماية والسباحة وركوب الخيل. صدق ابي ما علمني ولا واحد فيها، ولا واحد. شو وصلنا نتعلم هذه الاشياء؟ علموا ابنائكم. ما اشوفكم تعلمون السباحه والرمايه وركوب الخيل. قاعدين بس ادرس ادرس ادرس، ما شفنا هالاشياء. كمل جامعتك، كمل دراستك، ما شفنا هاي رمايه سباحه ركوب الخيل. من وين مطلعين هالاشياء؟ وذا تي شيرت. الو شباب، ليتس جو فل، واتوقع انه مقاسي حتى شكله حق الطويل. وربي يجي مقاسي ان شاء الله، يجي احسه يجي وربي احسه ما يجي. واو مين راح البسه؟ ما جاء على مقاسي. اتوقع بندر تقص معدته عشان ذا. طلع نتيجتها مصابه بكورونا وراح تخبر ام زوجها. انت بتعرف الانجليزي مش شايفاه مش عارفاه تقرير. طب قالك ايه؟ طب في ايه؟ قولي طب كورونا. وجاي عليا مره اختي فاتك يا اختي. يا لا 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 انت كبار جاي لي بكورونا. س
لا الحمد لله امي ما عندها ذا السؤال، بس امي تحب الملصقات، اي ملصق تبيع عندها وخصوصا حق التبريكات وايام الجمعه. أذن. مش أنت صاعن؟ مش أذن، سمعي الأذان. أذن العصر. أذن العصر؟ أيوة. لا حول ولا قوة، نفس أذن المغرب، نفس الخدمات، نفس الأذان، نفس الألحان. يا حبي الكمال اليمن، خزاهر هذول اللي قلقلون فاهمين؟ قلق وخاقا هذول، مش أنت صايم؟ لحظة مغربي. يا بدرس عم بالي كانت الساعة 9 يا عيال كان يقتلنا قسم بالله انا هذا كنت ارقص فيه بالحلم هذا الصوت ذا. الله يوفقك الله يوفقك انت وش كان يدخل امك الجنة يدخل امك وابوك بعد يا محترم انت رائع كل زعفة يا حلو احبك يا كلب يا حيوان استغفر الله العظيم انا كود ما حبيت ذاك الصوت فاهمين؟ ما ادري ليش. ما انا ما حبيت ليش؟ كذاب عارف ليش؟ عشان ينوب، والله عشان ينوب فيها فاقول لكم ما حبيت، والله انا كذاب حبيتها لكن ينوب. شو نسوي هذا حال الدنيا يا عيال؟ اوكي انا كل صارت مقطع لايك واشتراك بس موجود تحت صندوق الوصف تابعوني عليها كامل، شباب تابعوني عليها، تابعوني عليها، لا تنسوا لايك واشتراك وتابعوني تحت صندوق الوصف. لا هذه خلصنا. صلى على النبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مع السلامة.